حلقة مهمة جدا بعد نهاية مباراة بترو أتلتيكو. أهمية المباراة دي في إن إحنا ممكن نعتبرها صفحة واتقفلت، نهاية مرحلة، ونبدأ لتحضير مرحلة جديدة إن شاء الله. عايزين ننسى كل اللي فات ونرميه ورا ظهرنا كأنه ما حصلش، ولا بمباراة النهاردة ولا بخرجنا من دوري الأبطال. عايزين نتفكر بقى في مرحلة جديدة، مرحلة مهم فيها جدا إن إحنا نجهز لاعبتنا، نجهزهم بالشكل الأمثل اللي يليق بنادي الزمالك. مستر فريرة عنده مهمة صعبة جدا جدا، هي استعادة الانتصارات مرة تانية، مش بس الانتصارات، كمان استعادة الأداء. الأداء النهاردة كان مقبول إلى حد ما، مش أعظم أداء طبعا المفروض إن احنا نشوف فيه نادينا الزمالك، ولكن الأداء إلى حد ما كان مقبول، وخرجنا من المباراة 0-0، ولكن إلى حد ما المباراة كانت مقبولة شوية. كان في أخطاء تحكيمية حصلت في المباراة، كان لينا ضربة جزاء كده كده مش فارقة، بس بتكلم إنه ماذا لو كانت المباراة دي مهمة وكنا ممكن نحقق فيها سكور، كنا ممكن وقتها يبقى في كلام تاني، ان ضرب الجزاء للزمالك كانت من المفترض ان هي تحسب، لكن كان في المباراه دي في اخطاء تحكيميه غريبه جدا من نوعها، زي برضو اللي حصل مع الونش او ضربه الونش مثلا، كان المفروض ان اللاعب التاني يطرد ولكن ما حصلش. فالحمد لله ان هي في النهايه مباراه مش فارقه معانا، لان اخطائها التحكيميه كمان كانت كتير. طيب الاداء داخل المباراه عايزين نتكلم ان كان مقبول شويه، ولكن مستحيل ان المدير الفني يغير من الاداء فجاه، لا، الموضوع ده محتاج وقت عشان يطبق افكاره، يطبق خططه، يقول للاعبين هو محتاج ايه منهم، يقعد مع اللعيبه كتير، يفهمهم دورهم الفتره الجايه، يتعامل مع اللعيبه نفسيا الفتره الجايه كويس جدا. لا شك ان زي ما احنا كجماهير متاثره من أداء نادي الزمالك، أكيد طبعا كمان اللعيبة متأثرين نفسيا من اللي حاصل الفترة الأخيرة أو في الأونة الأخيرة، فطبيعي أن كمان صعب أن أنت تلاقي مثلا من مباراة أو اتنين أداء المدير الفني الجديد أو العائد، لا، محتاج وقت يقول للعيبة دي، يأهلها بدنيا ويأهلها نفسيا كويس جدا، لأن النفسية طبعا بتفرق معهم جدا. هم لو استعادوا الثقة في نفسهم مرة تانية أعتقد هنشوف الفترة الجاية كلام تاني خالص، وده مش هيظهر إلا مع توالي المباريات بقى، وإن الزمالك يعني عنده فرصة بصراحة الفترة اللي جاية. إحنا عندنا فرصة الفترة الجاية طبعا خلال فترة التوقف، واللي بسبب طبعا ارتباط المنتخب بمباراتي السنغال الذهاب والإياب في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم أو المؤهلة لكأس العالم، وطبعا كلنا منتظرين هذه المباراة، وبنتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا وإن هو يفرحنا وإن هو يتأهل للمونديال المرة الثانية على التوالي. الحقيقة إن هو حلم جميل جدا وحلم كبير جدا جوانا، بنتمنى ان هو يتحقق. نرجع تاني لنادي الزمالك، والاكيد يعني متفقين ان المرحله اللي جايه هي مرحله تصحيح الاخطاء اللي حصلت في المباريات اللي فاتت، وتصحيح السلبيات اللي احنا شفناها. خلال فتره التوقف بقى بيكون قدام المدير الفني مساحه، وقدامه فرصة ذهبية عشان يقدر يصلح الوضع ويصلح كل حاجة هو شايفها بعينه مفروض ان هي تتصلح. ممكن على فكرة حاجات برضو احنا ما بقاش شايفينها بعيننا، ولكن المدير الفني بيبقى اقرب للعيبة مننا وعارف ايه هي الاخطاء اللي عنده وايه هي كمان المفروض يصححها. واضح جدا جدا من تصريحات فريرة واللي اعترف بعد نهاية مباراة بترو أتلتيكو ان القادم افضل، وانه أكيد كل اللي هو بيتمناه إن الزمالك الفترة الجاية يستعيد مستواه. الزمالك عنده في شهر أبريل يعني مجموعة مباريات صعبة جدا جدا ومهمة جدا ومضغوطة قوي، يعني إحنا شهر أبريل ده بالنسبة لنا هيبقى شهر مضغوط قوي، حجمان هيبقى في رمضان فهيبقى الأمر صعب شوية. الزمالك هيبدأ شهر أبريل بلقاء سجرادة الأنجولي في آخر الجولة من دور المجموعات اللي احنا خلاص خرجنا منها، بعدها هيخوض 5 مباريات في الدوري الممتاز. اول حاجه بيراميدز، ودي مباراه صعبه جدا جدا جدا. تاني مباراه هي مع مصر المقصه، ثم فاركو، ثم الاتحاد السكندري، واخيرا المصري. يعني هنلعب 5 مباريات في الدوري في 22 يوم بس، وده ضغط مباريات رهيب جدا، ولكن
فريرة جاي عشان يصلح الأوضاع، وجاي عشان يستعيد نادي الزمالك لمكانته، عشان احنا إن شاء الله يبقى هذا الموسم هو موسم نادي الزمالك إن شاء الله بالتتويج بالكاس وكمان الدوري المصري. احنا عندي بصراحة يعني أنا بصفتي الشخصية يعني عندي ثقة تامة إن فريرة هيقدر يتعامل مع هذا الجدول المضغوط، وقادر ان هو مع ضغط المباريات ده لا هو كمان هيطلع اداء احسن. يعني وارد ان انت بيبقى عندك ضغط مباريات، بس انت قادر في نفس الوقت ان انت تساعد نفسك وتساعد لعيبتك كمان ان هو مع الضغط ده لا انت كمان بتفوز وبتكسب وبتحقق كمان نقاط كبيره. مستر فريرا احنا عارفين ان هو لسه بيطبق افكاره، لسه بيقول اللعيبه هو محتاج ايه منهم زي ما انا قلت لكم في البدايه، وهيكون طبعا في فرصه كبيره بالنسبه له بالذات في فتره التوقف دي ان هو يصحح الاخطاء خلال المرحله الجايه، واللي هيحتاج فيها الصراحه الزمالك دعم جماهيره. عارفين طبعا ان الجماهير يعني كانت زعلانه الفتره الاخيره ويمكن ما زالت طبعا، فان شاء الله جماهير نادي الزمالك دايما تبقى ورا ناديها الفتره الجايه. نادي الزمالك محتاج جماهيره بنسبه 100%، وطبعا ما عندناش شك ان جماهير نادي الزمالك دايما واقفه في ظهر النادي ايا كان بقى اللي بيحصل. كل اللي بيحصل ده يعني في حته، جماهير نادي الزمالك في حته، ولا ده ممكن ياثر عليهم تماما في حبهم وعشقهم ودعمهم لنادي الزمالك. زي ما قلت لكم احنا عندنا ثقه ان شاء الله الفتره الجايه هتبقى فتره نادي الزمالك، وعادي وارد جدا في الاول تتعصر، ولكن بعد كده قادر انك انت تنجح وكمان تفرج الناس عليك كلها وانت بتنجح وانت بتتقدم، وانت بعد ما الناس قالوا لا ده خرج من دوري الابطال ولا مش قادر ولا مش هيعرف لا من النقطه دي نادي الزمالك هيبقى قادر ان شاء الله ان هو ياخد الكاس ودوري الممتاز او الدوري المصري.